مجموعات متآلفة. وش معنى المجموعات المتآلفة؟ معناها صالح عنده ثقة في خمسة ستة من الناس يعرفهم، يشرح لهم يفهمهم باللي هاو كيفاش انا حابين نديروا الثورة، نديروا التغيير، هاو علاش حابين نديروا التغيير، ونحاولوا نقنعوهم بالفكرة. خلاص مقتنعين مثلا، خلاص دار مجموعة نتاعو وراهم مقتنعين بالثورة. كل واحد منا اللي يعرف مجموعة اللي يثق فيهم، لازم يكون يثق فيهم ثقة كبيرة، مش أي مجموعة، يتفق معاهم يقول باللي احنا نديروا مجموعة تساهم في الثورة. وتتفقوا الخطوات، مثلا هذه الأسئلة اللي رانا اللي نقول لهم لكم أنا، أنتم تفورموا واحد آخرين، ماذا بي أنا مثلا أنتم راكم تتفورموا معايا أنايا في النقاش. ومن بعد انتم تبداو تفورموا ناس واحد اخرين. منارة تسمعي فينا؟ طيب، فالمجموعات المتآلفة كما قلت، نسمع فيكم. نعم. طيب، المجموعات المتآلفة هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها، يعرفوا بعضها من الصغر، قراوا مع بعضهم، جيران، كانوا جيران، واحد عايش في عنابة بصح واحد عايش في طليان الآن، بصح يعرفوا بعضهم مليح. هذو يديروا مجموعة ويبداو هما يريكريتوا مجموعات أخرى. صالح يدير مجموعة، المجموعة هذه فيها خمسة، بعد هذوك الخمسة ماذا بينا كل واحد يجيب خمسة ولا ستة نتاعه، هو يولي هو مسؤول مع عليهم. بصح صالح ما يعرفش هاد الخمسة اللي راهم مع، نقولوا مع كريم، ما يعرفهمش. يعني كريم فقط، ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها، ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالإجماع إذا كان ممكن، ولا بالأغلبية. أنا عندي علاقات في القنوات، الحمد لله الآن 16 سنة تعليمات في هذا المجال، بنيت شبكة واسعة من العلاقات مع الصحفيين، سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية يعني، أو حتى المسموع. وكما قلنا في الشغل الميداني كان مجموعة شروط ومجموعة أشياء لازم تترتب. خذوا راحتكم، كلمة 8 ماي جيدة، معناها فيه وقت، مازال أكثر من شهر. في هذا في أكثر من شهر ممكن ترتبوا أموركم. لو كان تقدروا توصلوا أن تكون ثلاثة أربع مجموعات في حوالي 20 ولاية، 20 ولاية، ثلاثة أربع مجموعات صحيحة حقيقية، ماشي تاع حق ولا تاع كلام. وهذوك المجموعات عندهم عناصر، لأن لابد الناس الجزائريين كي يخرجوا في كافة الولايات أو في أغلبية الولايات في نفس الوقت. وخويا العربي تسمع كيما قالت منار، اسمح لي بالنسبة للانترنت، الانترنت نعم الانترنت تسمى قادرين كيما نقولوا كي نبداو المظاهرات بالنسبة للانترنت. نعم، بالنسبة للانترنت كاين، اولا لازم يبقى عندنا ناس في الحدود من جهة المغرب ومن جهة تونس، لازم يشكلوا مجموعات. مثلا انتم خويا صالح او في عندنا هذه عليا، هذه عليا بالحدود تاع تلمسان، الحدود تاع تبسا عليا. الله يبارك، عندي ناس ان شاء الله، الله عندي ناس تعتيق نتعامل معاهم ونعرفهم ناس لاباس. هذه ممتازه، لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يبحثوا الاشياء، زائد نحاولوا قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا اذا نوفروا بعض تليفونات ساتيليت اللي هما اللي يسموهم فوريه، باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على ريزو الجيريا، لان ريزو الجيريا راح يكون طبعا تحت الحراسه، هو دائما تحت الحراسه، ولذلك انتم حاولوا دائما تكلموا بسكايب، لان سكايب ما قدرش يسمعوه.